وظيفتي الأساسية مذيعة، انتقلت من الإذاعة إلى التلفزيون، وما زلت أيضا أشارك بالعديد من الأعمال الإذاعية. وأنا هني بعد قدرت أحصل على مجموعة صور عن صناعة الفخار عندنا في عمان، بس يا ريت لو أقدر أجمع عنها بعض المعلومات. يعني أشوف كذا الصورة، أشوف صور زينة فعلا توضح صناعة وتفيد الفخار. بعدين. أعتقد هالأيام التلفزيون عنده برنامج خاص يستضيف فيه الفنانين ويتكلمون عن ذكرياتهم أو مشوارهم الطويل الفني. سعيد خير؟ مالك الله يهديك، هتفضحنا قدام الجماعة؟ هاي سمعونا شوي شوي، تكلم تكلم بالتي هي أحسن. أنا طبعا بقدم لكم أول شيء بطاقتي الشخصية، الاسم صالح بن زعل بن عبد الله الفارسي، المهنة موظف في وزارة الإعلام مراقب نصوص في التلفزيون. عبود عبود، تعال ابو شلو، انتو سلمان تعال شلو داخل شوي شوي، كسر ذي كسر لا يطيحه، عاشو بسرعه بسرعه. حياك الله حياك الله، تفضل تفضل استريح استريح. لا بفضلك يا حي الله يا حي، شوفك كيف حالك. يا مرحبا بك، سلام. ارتاح 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 يا حي الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، حي الله. مبروك والف مبروك. الله يبارك في حياتك. ايش هذا؟ هذا فيديو. فيديو؟ نعم. التحقت بيهم لما كانوا في حارة الشيخ في مسقط، كنا مجموعة شباب، منهم الله يذكرهم بالخير يوسف سعيد أستاذنا اللي علمنا التمثيل، وذهبنا إلى هذا المسرح راغبين، رغم أن ما كان مسرح، كانت فيلا صغيرة عبارة عن غرف. أخذنا غرفة من هذه الغرف كنا نعمل فيها بروفات. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه هي الشغالة الجديدة يا سعيد؟ اي نعم يا عمي، هذه الشغالة الجديدة. انت ايش اسمك؟ امي سمالانا صابرينا. صابرينا. سماح انت هنا ما؟ سعود. سماح الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك يا بنتي يا سماح، ما تشوفي شر ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك يا سماح، ان شاء الله ما تشوفي شر. كل هذا من الحسد يا بنتي، عين الحسود فيها عود ان شاء الله محروزه. انا اقول يا جماعه لو نخلي سعود بروحه هنا ونطلع نحن. اذكر مشهد في مسلسل الناس احوال، كان من اخراج استاذنا العزيز عبد الله حيدر، وهذا المشهد انا كنت امام الله يذكره بالخير استاذ صالح زعل، وصالح من النوع الصعب انك تصمد امامه اذا عمل لك شيء فكاهي. ليش كذي ها؟ ليش كذي ها؟ ليش؟ معقولة؟ دركتين فقط لا غير، معقولة؟ ها؟ تو انت مو نفس النكلي؟ علامك يا صدار بفكرة؟ مو متبهت؟ تو انا بعرف. ديك الرومي. ايش يخص ما يقدر الرومي؟